الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال حديثنا في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث الإمام الهادي عليه السلام قد ذكرنا فيما مضى أن ثبوت الإمامة بأمرين، الأمر الأول النص، والأمر الثاني المعجزات والكرامات، كما أن ثبوت النبوة بهذين الأمرين، الأنبياء السابقون يبشرون بالنبي، وأن يكون لهذا النبي معجزة خارقة للعادة، يعجز عن الاتيان بمثلها سائر الناس وهناك علائم من جمله العلائم الوصيه ومن جمله العلائم ان يكون اكبر ابناء والده الاحياء حين وفاه الوالد من غير عاهه وعلائم اخرى مضت هذا من الابواب التي عقدها الكليني لينقل بعضا من الاحاديث الداله على النص بالخصوص على الامام الهادي، هذا الحديث الذي نريد ان نتلوه في هذه الحلقه وصيه الامام الجواد عليه الصلاه والسلام، وفي هذه الوصيه يبين ان الامر للامام الهادي، الراوي يقول: شهد أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر، يعني مولى الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، أن أبا جعفر محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام، أشهده أنه أوصى إلى علي ابنه بنفسه وأخواته. وجعل أمر موسى إذا بلغ إليه، وجعل عبد الله ابن المساور قائمًا على تركته من الضياع والأموال والنفقات والرقيق وغير ذلك، إلى أن يبلغ علي بن محمد صيّر عبد الله ابن المساور ذلك اليوم إليه، يقوم بأمر نفسه وأخواته ويصيّر أمر موسى إليه يقوم. لنفسه بعدهما على شرط ابيهما في صدقاته التي تصدق بها وذلك يوم الاحد لثلاث ليال خلون من ذي الحجه سنه عشرين ومائتين هذه الوصيه تتضمن ان الامام الجواد عليه الصلاه والسلام جعل الامام الهادي وصيا له طبعا الامام الهادي احد اولاد الامام الجواد وكان للامام الجواد ابنا اخر هو موسى المبرقع اصغر من الامام الهادي وايضا له عليه السلام بنات فجعل امر موسى المبرقع إلى الإمام الهادي، إلى أن يبلغ موسى، فيكون أمره بيده. وأما أخوات الإمام الهادي، يعني بنات الإمام الجواد، فأمرهن بيد الإمام الهادي، في شؤونهن، في زواجهن، في سائر الأمور التي يرتبط بهن. وأن الأوقاف التي كانت بيد الإمام الجواد، الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام جعلها بيد الإمام الهادي، ومن بعد الإمام الهادي تصير إلى موسى المبرقع، هو الذي يدير شؤونها، حينما أستشهد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان الإمام الهادي صغيرا في الظاهر يعني صبيا لأن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام استشهد وعمره خمسة وعشرون عاما خمسة وعشرين سنة حين استشهاده فكان الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام في سن السادسة على بعض الروايات وفي سن الثامنة على بعض الروايات الأخرى، يعني إما ستة سنوات عمره أو ثمان سنوات. طبعًا كما ذكرنا في الإشارة والنص على الإمام الجواد، أن الإمام الجواد أيضًا تبوأ الإمامة، يعني نطق بالإمامة حينما كان عمره سبع سنوات أو تسع سنوات. ذكرنا هناك أن الله سبحانه وتعالى الاختيار بيده. وهو الذي يصطفي وكل شيء تحت قدرته إذا شاء أن يجعل صبيا في المهد نبيا يتمكن ذلك من ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام هو في المهد رضيع عمره ثلاثة أيام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا بالنسبة إلى يحيى يقول الله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكمة صبية فإذا شاء أن يجعل الإمامة في صبي عمره سبع سنوات أو ست سنوات أو ثمان سنوات أو تسع سنوات أو خمس سنوات فذلك إليه هذا بالنسبة إلى ما يقدره الله سبحانه وتعالى لكن بالنسبة إلى الناس كثير من الناس لا يعترفون بنبوة الأنبياء ولا يعترفون بامامة الائمه. هذا اذا تقول له هذا امام ما يقبل، تقول له هذا نبي ما يقبل. فيما يتعلق بالنسبة الى الايمان والكفر، الله سبحانه وتعالى جعل النبوة والامامة في من يشاء. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انت مختار. أنا مختار، الناس مختارون، تصدق لو ما تصدق، وهذا لا يفرق بين نبي صغير أو كبير أو إمام صغير أو كبير، الناس كثير منهم كذبوا الأنبياء في كبرهم، وكذبوا الأئمة في كبرهم، هسه يكذب الإمام في صغره، هذا أمر كان متعارفا، فبالنسبة إلى الإيمان والكفر أنت لازم تؤمن بهذا الإمام الذي عينه الله سبحانه وتعالى. وبلّغه رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هناك أمور لا ترتبط بالإيمان والكفر، أمور ترتبط بالممارسات في الحياة اليومية. يعني هذا النبي أو هذا الإمام الصغير عنده أملاك. يريد يتصرف في أملاكه. البيع والشراء والاجاره وما الى ذلك الناس ما يعترفون به لا يعترفون ببيعه ولا شرائه ولا يتعاملون معه السلطه الحاكمه الغاشمه لا تعترف بهذه التصرفات فلذلك حتى لا يصير اختلال وخلل في اموال الامام عليه الصلاه والسلام لذلك الإمام الجواد جعل عبدالله ابن المساور، جعله وصيا على الأموال، حتى لمن يتصرف يقدر يتصرف بدون منع. إلى أن يبلغ الإمام الهادي، ذاك الوقت الناس يشوفون رجل أمامهم مستعدين يتعاملون وياه مثلاً. فلهذا السبب الإمام أوصى الإمام الجواد أوصى إلى الإمام الهادي في كل شيء لكن بالنسبة للأموال من الضياع من الضياع الضياع يعني الضيعة والأموال والنفقات والرقيق وغير ذلك يعني الأمور المالية جعل القائم عليها عبد الله ابن المساور إلى زمان بلوغ الإمام الهادي زين الأوقاف التي وقفها الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، من يتولى أمرها؟ يتولى أمرها الإمام الهادي، جعل المتولي واحدا، ليش؟ لأنه إذا المتولي يكون متعدد تصير مشكلة أحيانا، وهذا ما شاهدناه، هذا متولي إلى رأي، ذاك متولي إلى رأي آخر. ولا ينسجمان معا لا هذا يسمع كلام ذاك لا ذاك يسمع كلام هذا لا هذا يتنازل لذاك ولا ذاك يتنازل لهذا فيجعل المتولي شخصا واحدا ويمكن يجعل عليه ناظرا حتى لا يتصرف خلاف الوقف هنا الامام الجواد جعل الامام الهادي عليه السلام متوليا على اوقافه التي وقفها ما دام الامام الهادي حيا هو الذي يدير امور الاوقاف ويصرفها فيما وقفها عليه الامام الجواد بعد استشهاده اذا عبد الله ابن المساور حي هو الذي يتولى الامر واذا لم يكن حيا الذي يتولى الامر موسى المبرقع، موسى المبرقع اخو الامام الهادي عليه الصلاه والسلام ابن الامام الجواد، وهو مدفون في مدينة قم، لأن موسى المبرقع هاجر إلى قم، وعمر طويلاً، يعني عاش إلى سنة 293، في زمان الغيبة الصغرى. للإمام المهدي عليه الصلاة والسلام توفي في قم ودفن في داره وكانت له ذرية من أبناء وبنات وأحفاد دفنوا معه أربعين واحد من أبناء وأحفاده مدفونون في هذه المنطقة وهي منطقة عامرة وهناك حرم وضريح هذا موسى المبرقع وله قصة طويلة جاء إلى قم وكان جميلا جدا صبيحا جدا فكان يغطي وجهه لئلا تصيبه عين فأهل قم أنكروه ما كان معرف نفسه فأخرجوه من قم فذهب إلى كاشان ثم بعد ذلك عرفوه وذهبوا إلى كاشان واعتذروا منه وأرجعوه إلى قم، فبقي فيها معززًا مكرمًا إلى أن توفي فيها. هذا حديث من الأحاديث، باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف، باب الإشارة والنص على أبي محمد الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام. الحديث الاول من احاديث هذا الباب عن يحيى ابن يسار القنبري قال اوصى ابو الحسن الى ابنه الحسن قبل مضيه باربعه اشهر واشهدني على ذلك وجماعه من الموالي الحديث الثاني عن علي بن عمر النوفلي قال كنت مع أبي الحسن في صحن داره فمر بنا محمد ابنه فقلت له جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك فقال لا صاحبكم بعدي الحسن الحديث الثالث عن عبد الله ابن محمد الإصفهاني قال قال أبو الحسن عليه السلام صاحبكم بعدي الذي يصلي عليه قال ولم نعرف ابا محمد قبل ذلك قال فخرج ابو محمد فصلى عليه الحديث الرابع عن علي بن جعفر قال كنت حاضرا ابا الحسن لما توفي ابنه محمد فقال للحسن يا بني احدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. احنا هذه الأحاديث الأربعة ذكرناها معا، لأن توضيح بعضها يتوقف على بعض البعض الآخر. ذكرنا أن من علائم الإمامة أن يكون أكبر أولاد أبيه الأحياء حين وفاة أبيه. أكبر الأبناء الأحياء حين وفاة أبيه، بشرط أن لا يكون فيه عاهة. عليٌّ الأكبر سلام الله عليه، أكبر أبناء الإمام الحسين، لكنه لم يكن إمامًا، وإنما الإمام هو الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. على رغم أن علياً الأكبر له منزلة عظيمة جدا وذكر بعض العلماء ان كانه كان معصوما رغم انه لم يكن اماما لكنه كان معصوما وافضل الشهداء في كربلاء كما يقول بعض العلماء على كل حال هو اكبر ابناء الامام الحسين لكن استشهد والامام الحسين حي حين استشهاد الامام الحسين اكبر الابناء الاحياء من؟ الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام. بالنسبه الى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، اكبر ابنائه اسماعيل الثاني عبد الله الافطح، الثالث الامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام. أما إسماعيل فقد توفي في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. إسماعيل أيضاً كان عظيم المنزلة، لكنه توفي في زمان الإمام الكاظم عليه الصلاة، توفي في زمان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. والإمام الصادق شيعه ومرات أمر بوضع التابوت. على الأرض وكشف عن وجهه ليراه الناس أنه قد توفي وأما عبد الله الأفطح فهذا عاش بعد استشهاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لكنه كان أفطح أفطح يعني عيب في الرأس أو في الرجل فطح في رأسه أو في رجله فأكبر الأبناء الأحياء لكنه مع عاهة. لذا لم يكن إماما، يعني علامة الإمامة لم تكن موجودة فيه. فأكبر الأبناء الأحياء من غير عاهة كان الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. هذه علامة طبعا، التعيين من الله والنص على الإمام الكاظم ولكن كعلامة حتى الناس يعرفون ذلك. وايضا اكبر الابناء الاكبر ابناء الامام الهادي عليه الصلاه والسلام هو السيد محمد المدفون في بلد السيد محمد هو اكبر ابناء الامام الهادي ثم من بعده الامام الحسن العسكري ثم من بعدهما الحسين الابن الثالث للامام الهادي السيد محمد كان عمره 22 سنة أو 23 سنة، خرج حاجًا، لأنه هو مولود في سامراء، ولم يكن قد حج، فذهب ليحج، فتوفي في قرب سامراء، في بلد، وقبره هناك. الناس كانوا يتصورون ان الامام من بعد الامام الهادي هو محمد ابنه محمد، هكذا كانوا يتصورون. والامام الهادي كان قد اخفى الامام الحسن العسكري. اخفاه يعني ما كان يخرج يستقبل الناس، ولا الناس يعرفونه. في سامراء كان معتكفا في البيت. والناس الوفود التي كانت تاتي من خراسان من قوم من الحجاز من اماكن اخرى ما كانوا يلتقون بالامام العسكري ولعل ذلك كان لحفظه وحتى وفاه سيد محمد وهو عمر 22 سنه او 23 سنه هذه الوفاه مشبوهه يعني يحتمل انه سم لان بني العباس كانوا متربصين بالأئمة من أهل البيت فكانوا يريدون أن ينهوا ينهوا هذا الخط ففي البداية قضوا على سيد محمد حسب الظاهر ثم بعد ذلك قضوا على الإمام الحادي وينتهي الأمر فلذا الناس كانوا يتصورون أن سيد محمد هو الإمام فلما توفي السيد محمد سلام الله عليه، ذلك الوقت الإمام الهادي أظهر الإمام الحسن العسكري، الناس عرفوا ذاك الوقت أنه هذا الإمام الحسن العسكري، وأما الحسين فكان زاهدا عابدا، وفي بعض الأحاديث أن الناس كانوا يشبهون الامام الحسن العسكري والحسين ابن الامام الهادي يشبهونهما بالحسن والحسين ابناء امير المؤمنين علي بن ابي طالب لشده ورعهما وتقواهما، هذا الحسين كان تقيا نقيا، لذا بعد استشهاد الامام الحسن العسكري لم يدعي الامامه. مع انه لزهده وورعه وتقواه اذا كان يدعي الامامه الناس كانوا يصدقونه لكنه لم يدعي الامامه وسلم للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الحديث الاول من احاديث هذا الباب تلوناه الامام الهادي يقول لابنه الحسن قبل مضيه باربعه اشهر ان توصي واوصى له واشهد جماعه من الموالي على ذلك في الحديث الثاني علي ابن عمر النوفلي يقول مره السيد محمد من امامنا فقلت للامام الهادي جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك قال لا صاحبكم بعدي الحسن في الحديث الثالث ايضا عبد الله ابن محمد الاصفهاني يقول للامام الهادي من الذي من بعدك الامام الامام ما ذكر الاسم لانه احيانا في تقيه شديده كانوا اذا هذا كان من الخواص جدا وكتوما يذكرون له. اذا لم يكن من الخواص او كان من الخواص لكنه لم يكن كتوما كانوا يعطون علائم. فهذا اعطى علامه صاحبكم بعدي الذي يصلي علي. ويقول ولم نكن نعرف ابا محمد قبل ذلك. زين الامام الهادي توفي مسموما. من وجه صلى عليه؟ الامام الحسن العسكري. في الحديث الرابع عندما توفي السيد محمد ظهر انه لم يكن اماما، ان توفي في حياه والده، على رغم عظيم منزلته، فالامام الهادي ماذا يقول الامام الحسن العسكري؟ يا بني احدث لله شكرا فقد احدث فيك امرا، هذا ذكرناه فيما مضى في, ممضى في بحث البداء، الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء أزلاً. أحياناً لمصلحة يشرع أمراً، ويعلم بأنه سينسخ هذا الأمر في التشريعيات، كما أنه شرع ذبح إسماعيل وأمر إبراهيم بذبح إسماعيل قبل أن يذبحه الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك الحكم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هذا في التشريعيات كذلك في التكوينيات الله سبحانه وتعالى أزلا عالم بكل شيء لكن لمصلحة يقدر أمرا ثم يبدو له في ذلك الأمر يعني يظهر تقديرا آخر كما حدث في قوم يونس الله ازلا يعلم بانهم يؤمنون وانه يرفع العذاب عنهم لكنهم لما عصوا الله سبحانه وتعالى وخالفوا امر يونس الله قدر عليهم العذاب فلما تضرعوا الله سبحانه وتعالى بدا له في ذلك يعني رفع العذاب عنهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قدر العذاب لهم وجاء العذاب لكن لما تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هؤلاء تضرعوا الله سبحانه وتعالى كشف العذاب عنهم هذا هو البداء. الله سبحانه وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقدر شيئا ثم يغير ذلك التقدير هذا ليس عن جهل لا هو عند علم بالأزل وسجل ما يقدره حتما في اللوح المحفوظ لكن لمصلحة يقدر شيئا ثم ينسخ ذلك الشيء في لوح الماحو والاثبات وقد مضى تفصيل البداء في باب التوحيد زيان. الناس كانوا يتصورون ان السيد محمد هو الامام من بعد الامام الهادي لانه اكبر الابناء ولجلالته عالم متقي جليل القدر يعني حسب تعبيرنا تلوق بالامامه فهكذا كانوا يتصورون لكن لما توفي انكشف لهم انه لم يكن هو الامام هذا البدء هنا بهذا المعنى فانكشف انه ليس الامام زين من الامام من بعد الامام العسكري عليه الصلاه والسلام لذا هنا الامام الهادي يقول للامام الحسن العسكري يا بني أحدث لله شكرا، أنت دائما تشكر الله سبحانه وتعالى، لكن اشكر شكر خاص هذه المرة، فقد أحدث فيك أمرا، يعني أظهر أمر إمامتك. الناس يتصورون أن الإمام هو السيد محمد، لكن الله سبحانه وتعالى أظهر أمر إمامتك لما قضى على السيد محمد بالموت. طبعا السيد محمد له كرامات كثيره والله سبحانه وتعالى جعل محل قبره مكان لقضاء حوائج المؤمنين فيذهبون هناك ويدعون الله سبحانه وتعالى بجاه السيد محمد والله سبحانه وتعالى يقضي حوائجهم ان شاء وهناك نصوص اخرى ايضا على الامام ال عسكري رواها الكوليني نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين